هذا القانون نافذ وواجب التطبيق فورا ودون أي تأخير. رفضت أنا باجتماعي مع دولة رئيس مجلس الوزراء رفضا قاطعا التأجيل لمدة شهر أو أكثر أو أقل، ورفضت الضريبة على القيمة المضافة، ولا يجوز أن تستعمل الحجج الواهية للمماطلة والالتفاف على حقوق الناس. فاتورة الفساد والمماطلة بتطبيق القوانين، فاتورة السمسرات يجب أن تتوقف.